في شبه جزيرة غاليبولي التركية التي شهدت معركة أجنة قلعة، قرية تعرف بألشيتيبي، وفيها عاش بقال يدعى سليم موتلو. بداية الستينيات وخوفا من فقدان أثار تلك المعارك، قرر أن يقيم متحفه الخاص. بعد وفاته ابنته نارمين وزوجها أوسكان أدانير يديران المتحف. Kendisi gezmez dolaşmazdı. Köyün bakkalıydı. Köye bakkal olduğundan dolayı. سليم موتلو هو بقال القرية. القرويون كانوا يأتونهم بالمعدات التي يجدونها على أرض المعركة، كالسيوف والأسلحة النارية لمقايضتها بالبيض والأجبان واللحوم والطحين والحليب والسجائر والشاي والحلويات التركية. سليم موتلو أراد حماية هذه المعدات من تجار الخردة، فحول منزله إلى متحف. الحلفاء الذين أنزلوا قواتهم على شبه الجزيرة كانوا يهدفون للتحكم بمضيقي البوسفور والدردنيل للوصول إلى اسطنبول ودعم القوات الروسية، وكانت بين هذه القوات قوة إسرائيلية عرفت بقوات الأنزاك. ما أثر بي هو تبادل المياه بين الأنزاك والأتراك والمحافظة على العلاقة الإنسانية على الرغم من تبادل إطلاق النار. آثار تلك اللحظات الصعبة والدامية والأدوات التي استخدمت فيها حفظت في هذا المتحف، ويستعيد ذكرها كل زائر، من بينهم مراسل يورونيوز. ذكاء بقال قرية صغيرة أنقذ ذكريات حرب من الضياع والاختفاء بين أيدي تجار الخردة. اليوم متحف سليم موتلو الخاص يقدم هذه الذكريات لآلاف الأشخاص. Bora Bayraktar, Euronews, Çanakkale.